ده كان اول عنوان. تاني عنوان انا بقى ايه، عارفين بقى ايه، ام كلثوم عندها اغنيه حلوه قوي اسمها للصبر حدود، ما تصبرنيش ما خلاص انا فاضيه ومليت. بجد بجد كفايه بقى، وكفايه بقى تعذيب وشقى. وفي ايه يا لجنه الانضباط؟ في ايه؟ يوم 17 يونيو 2024 كانت مباراه الزمالك والمصري، اللي حصلت فيها مشكله من مدرب الزمالك تجاه الحكم الرابع عاطف حسين. سربوا لنا معلومه، قال لك الحكم ما كتبش تقرير، راح الحكم طلع قال لك انا عاطف حسين اؤكد انني كتبت تقرير وسلمته ووضعته على السيستم. طيب تمام يا عم، انا ما بقولكش حاجه، انا بقول لك هات الراجل وشربه شاي، شربه قهوه، قول له انت جميل، انت عظيم، انت ما عليكش حاجه خالص، ماشي، بس نعرف ان حضرتك استدعيت الراجل بس وكلمته بس، مش عايز منك اكتر من كده. هو ده امر يزعل يا سيدي؟ ما فيش حاجه، انت شايف ان اللي حصل ده ما فيهوش اي عقوبه ولا حاجه؟ سمعا وطاعه. طيب ساعتها القرارات كانت تغريم الزمالك 25000 جنيه وتحويل تقرير حكم المباراه والحكم الرابع بشان المدير الفني لنادي الزمالك الى لجنه الانضباط. المفروض كان يستمعوا له يوم 7 اكتوبر، لا، فقال لك ما فيش مشكله، ماشي. بيراميدز ضد الاهلي، فاكرين كهربا؟ ده انا هقول لك معلومتين النهارده على كهربا. نار يا حبيبي نار، حاجه بقى ايه من جماله يا جماله. كهربا لما طلع غنى مع الجمهور والفيديوهات راحت وهيصه وقصه، ايه في ايه؟ قال لك سلوك لا يصلح. طب يا عم عايز اقول لك تحويل لجنه الانضباط، فراح لجنه الانضباط، ماشي. فكهربا دخل لجنه الانضباط، فجاي بيقعد قال له ايه ده؟ انت بتقعد؟ قال له يا فندم قال له لا تحطش. قال له لا حط. المهم تريك تراك تريك تراك، في الاخر جاءت التوصيه عشان كهربا غنى مع الجمهور وما يعني ما تلفظش يعني، ماشي. قال كلام انتوا شفتوا انه كلام غلط وانه يستاهل عقوبه، برضه ماشي. قال لك توصية بالشطب. نعم؟ اه والله العظيم. أنا بقول لك القرار الأولاني. توصية بالشطب. ففي بعض العقلاء وعليه رحمة الله مستشار عادل الشرباجي قال لك هنهزر ولا إيه؟ المهم إيه؟ في الآخر قال لك 12 ماتش اللي هي أقصى 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 عقوبة يعني. فالمستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة الاستئناف على رحمة الله خفضها إلى 6 مباريات. كهربا ده بقى بالتحديد، وانا اقول لك النهارده كلام التاريخ يحاسبني عنه وعليه، وقلته قبل كده وبقوله تاني، انه ورق كهربا الخاص بالقضيه بتاعته كان في صف كهربا بنسبه 100%، وانه واحد من الناس مع الاحترام والاعتذار للصديق عمرو الليثي وبرنامجه الجميل، قال لك بقول لك ايه، انا عم مش هخش في معركه مع فلان، مشيها عديها، انا بقول لك كلام انا مسؤول عنه. وبعد ما كانت الامور كلها ماشيه في سكه كهربا لانه كان صح، المره دي بقى فعلا كهربا كان ماضي صح، الامضى الصح اللي ما فيهاش عقوبه، ومع ذلك بقدره قادر اتغيرت الحاجات والمحتاجات على راي نيلي ولا شرهان في الفوازير بتاعت حاجات ومحتاجات، ما هي دي فوازير، وفجاه اصبح مدان وفجأة 2 مليون دولار. وده كلام يحاسبني عليه التاريخ، لكني هحتفظ بالاسم أو بالأسماء، ويوما ما هقول بالتفصيل، لكنه متفهمش بقى. نرجع بقى التاني لجنة الانضباط. يا عمنا يا أستاذنا يا خالنا، الجولة 31-22 يوليو 2024، يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر، 3 شهور عشان الجواب يوصل للي حصل من كابتن مروان حمدي تجاه جماهير الاهلي. بقى مش اللي قاله كهربا، لا دي كانت واضحه وصريحه وعلى الملأ.
قرارات لجنه المسابقات بتاريخ 26 يوليو ما فيهاش حاجه خالص بخصوص مروان، لكن فقط كانت في شكوى مقدمه من النادي الاهلي الى لجنه الانضباط، فاحالها اتحاد الكوره او لجنه المسابقات احالتها الى لجنه الانضباط. ده اللي حصل مع كهربا، لانه التقرير ما كانش فيه حاجه، كان بعد المباراه، فتم احاله شكوى نادي الزمالك ضد كهربا الى لجنه الانضباط، فكانت العقوبه الاولى بالشطب. بعد الشطب خلوها الايقاف 12 مباراه، ثم تم التخفيض الى 6 مباريات. طيب انا برضو حضرتك بعد اذن سعادتك يا فندم في لجنه الانضباط، انا مش طالب من حضرتك غير طلب بسيط جدا. ايه هو؟ ان حضرتك تعزم الراجل على عصير مانجا. مانجا مانجا مانجا، عصير مانجا، وتقول له يا ابني انا فخور بيك وانا معجب بيك وانا بازهو بيك، لانك فعلا كنت حاجه جميله جدا، وتعلن هذا على الملأ انه لم يحدث خطأ، وانه الفيديوهات دي مفبركه ومزوره ومضروبه، وانه القرار ان احنا بنكافئه وبنقول له على بركة الله وندشن مرحلة جديدة. هو كده ولا ايه؟ اصل خلي بالك في توصية طلعت بإيقاف 3 من اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي، دول اتشافوا لكن دول ما اتشافوش. هتقول لي ما هو اتقال ان في إيقاف 6 شهور، فين؟ ليه؟ مين؟ ايه الأمارة؟ طب رجعت تاني؟ طب ما رجعتش تاني؟ فاحنا بس عايزين شوية انضباط من فضل حضراتكم، ونكون شاكرين لكم على كل ما قدمتموه من خدمات لكرة القدم المصرية.